السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة وود كافي ديزات، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني الجزائري. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نتكلم عن مباراة أكيد مرة أخرى بعد الفيديو الأول اللي تكلمنا فيه بصفة عامة وحصر وتحصر، لكن ما زالت عندنا أمل إن شاء الله، لأنه ما دام كرة القدم ما تلعبتش المباريات الأمل كاين. وبوركينا فاسو كما قلت ما همش الـ ألمانيا ولا إيطاليا ولا البرازيل، بوركينا فاسو هو منتخب كيما احنا على الأقل في نفس مستوانا، وإن شاء الله نكونوا في الموعد نفوزوا عليهم. لكن لازم نمر واش حصل في مباراة اليوم. كما قلت أنا المدرب تكلمت عليه من قبل، ولست من يعني الآن نجي نبين روحي باللي نفهم ونعرف، لا خلاص احنا المدرب تكلمنا عليه في وقت ما كنا ننتصر وكنا نحذر من عدة أمور واللي شفناها اليوم بدرجة كبيرة. نبدأ أولا أعزائي المشاهدين بالتشكيلة اللي دخل بها المدرب جمال برماضي. أدخل بماندريا في الدفاع، عطال ايثنوري، لا عطال ايثنوري، ماندي، بن سبعيني، بن طالب، بن ناصر، شايبي، محرز، ونجاح، وبليلي. سبع لاعبين شاركوا في البطولة السابقة، تزيد لهم بن طالب شارك مع المنتخب الوطني سنة 2014 في كأس العالم، يعني ثمان لاعبين قدامى في المنتخب الوطني. ما فهمتش انا الان التجديد اللي هضروا عليه البعض، قال لك هذا منتخب شاب لازم نوقفوا معاه، حتى انه اللاعبين الجدد هو شفنا انه ماندريا اليوم قدم مباراه ممتازه جدا رغم انه ما كانش عنده تدخلات كثيره. ايثنوري اللي كنت نشوفه افضل لاعب في المباراه فعليا، وشايبي اللي عطاه افضل لاعب في المباراه، يعني حتى اللاعبين الجدد اللي كانوا المفروض انك عليك كنت تستغلهم، يعني ما كان حتى شيء يقول بانه هناك عائق في التشكيله. المشكل انه اللاعبين بدنيا ارهقوا، ما قدروش يكملوا المباراه. الان لو نجي نتكلم عن التغييرات، وهذا الشيء اللي نلوم عليه بالماضي دائما، وهو تغيير مركز بمركز. يعني انت الشوط الاول بديت مليح، لعبت مليح، رغم انه كنا قادرين نقدم الافضل، استغلينا كرات طويله، نعم استغلينا تقدم البلوك تاع المنتخب الانغولي، خط الدفاع تقدم شويه، لعبنا له كره في الظهر، سجلنا وحده وحده، سلكوا لها، كان هدف جميل جدا ونجح، لكن كان تسلل. لكن بعد ذلك المنتخب الانغولي لما عرف وعرف بانه راه يقوم بخطا كبير، عاود رجع البلوك نتاعو، انهى الشوط الاول. التغيير اللي داره مدرب المنتخب الانغولي كان ذكي جدا، ادخل هذا مابولول ولا ماكولول، وهذا اللي سجل لنا المهاجم تاع الاتحاد السكندري، ادخل في الشوط الثاني غير كل المباراه. تعرف بانه هنا المدرب كان عنده نظره للشوط الثاني، تعرف بانه المدرب كان يقرا في الشوط الثاني، لابد بدا الشوط الثاني يعني سلسلنا، يعني اربطنا ولينا نتفرجوا. في هذا الوقت انا كنت ننتظر ان المدرب نتاعنا يقوم بتغيير تكتيكي، يقوم بتغيير على الاقل شيء. كنت ننتظر مثلا انه يخرج بليلي، وانا اعطيكم مثال بسيط، يخرج بليلي ويدخل شايبي، يرجعوا في مكان بليلي ويدخل بوداوي في الوسط، هنا نحكم الوسط. لاعب مثل بوداوي لما دخلته في مباراة الموزمبيق حكم لك الوسط. انا هذا الشيء كنت ننتظر فيه. على سبيل المثال عندك عوار، عندك بوداوي، للاسف قادري اللي ما فهمتش علاش اصلا مش في القائمه، ودينا في غولي اللي ممكن انه حتى ما يشاركش في البطوله، ما فهمتش هنا علامه استفهام، لكن تبقى خيارات المدرب. اذا قلت هنا المدرب نتاعنا انا كنت ننتظر انه يدير تغيير، لكن بمعرفتي بالمدرب نتاعنا كنت متاكد باللي ما يديرش تغيير، لانه الكوتشينغ للاسف المدرب نتاعنا اوت ولا يتفاعل ولا يتعامل مع المباريات. نعم حقيقه ما ننكرهاش انه بالماضي قارئ جيد للمباريات قبل ما تبدا، يعني بالماضي لما يشوف فيديو اثنين ثلاثه اربعه على منتخب يقدر يعرف كيفاش يلعب له. لكن هذا المنتخب لما يغير طريقه لعبه ولا المدرب نتاعو يدير تغيير تكتيكي، بالماضي هنا ما يقدرش يواكب هذا الشيء، ما يقدرش يقرا المباراه من خلال المباراه، وهنا وين يعمل الفارق المدربين التكتيكيين. هذا هو الشيء للاسف اللي احنا ينقص المدرب نتاعنا. لو نجي نشوف التغييرات، في الدقيقة 68 خرج بليلي ودخل ادم والناس، وخرج بونجاح ودخل سليماني. بليلي ما قدرش يكمل، دخل ادم والناس. بونجاح مع سليماني هذا تغيير متاكد باللي متفقين عليه قبل الماتش، باللي في 68 مينوت تدخل انت وتخرج انت، هذا تغيير حفظناه وولفناه، وهذا نشوفه شيء معيب جدا في بطولة مثل حجم كأس افريقيا. هنا نتكلم عن المجاملات.
كذلك في الدقيقة 80 أو الدقيقة 78 خرج بن طالب اللي كان عنده بطاقة صفراء وكان ممكن بتدخلاته يدي البطاقة الحمراء، خرج ودخل مكان وشكون؟ دخل مكان وزروقي منصب بمنصب. بعد ذلك خرج كل من عوار ودخل مكانه أو دخل عوار مكان بن ناصر، بن ناصر كذلك اللي كان عنده بطاقة صفراء، وكذلك دخل قيطون مكان عطار اللي كان عنده بطاقة صفراء. يعني من غير هذه، من بين هذه التغييرات هناك أربع تغييرات بسبب الإرهاق. نتكلم على بليلي، نتكلم على بن ناصر، نتكلم على عطار، وبدرجة أقل بنجاح، ونجح كذلك اللي سن أحكام. يعني تدخلت بتشكيلة من البداية أربع تغييرات محروقين. يعني أنت من البداية قررت أنه ما عندكش تغييرات تكتيكية، يعني أنت من البداية قررت بأنك ماكش راح تتفاعل مع المباراة، وهذا اللي خوفني كثير ويخليني نخاف من مباراة بوركينا فاسو للأسف. هاي كيفاش نقرأ المباراة من هذه الناحية؟ أما تقول لي أنه هي مجرد كبوة مباراة القادمة، هذه معليش نقولوها، لكن لما نجو نتعمقوا فيما حصل في المباراة، هذا الأشياء اللي نتكلموا عليها. أربعة نتكلموا على أمر آخر، وهو المجاملات اللي قتلت المنتخب. ويا ما تكلمت كثير 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 في الفيديو القناة نتاعي، يقول لك أنت شكون متشطع، أنا ما نعرف والو، لكن نعرف شوية، هذه شوية دائما تبان الحقيقة في الملعب. بالله عليكم شايبي، شايبي قلتها في أكثر من 10 فيديوهات، يا جماعة شايبي ماهوش لاعب وسط، شايبي راح تقتلوا في الوسط، العم أدى رجل مباراة، لكن ماهوش شايبي اللي نعرفه، شايبي قدم أكثر مما قدم، المفروض أنه شايبي يدخل هو كلاعب جناح، وأنا نشوف بأنه بليلي مادام يتعب، أنا وعلاش ندخل بليلي باش نخرج في الدقيقة 68، وعلاش ما ندخلوش في الدقيقة 68 ويعمل لي الفارق، يعني نربحوا كجوكار. افضل من اني نخسره كتغيير. يعني ممكن انا في 98 ما نحتاج اصلا بليلي يدخل، نخليه المباريات القادمه، اما اني ندخل لاعبين على بالي بلي راح يخرجوا هذا امر اخر. اليوم شايبي كان يقوم ب، تكلمت كذلك عن وحده التغييرات، انه تغيير المراكز بينه وبين محرز، نعم كنا نقوم بها، هو انه شايبي يدخل ومحرز يخرج، وشايبي يسقط تاخر من الجزاء، عملناها في مرتين ولا ثلاثه وشكلت الخطوره، لكن هذه تحتاج ميكانيزمات. وعطار للاسف، يا عطار انت بعيد عن المنافسه، يعني خطوط الخصم ما قدرناش نفكوها بالكرات القصيره، ولينا نفكوها يا اما بالكرات الطويله يا اما بالكرات اللي يدخل بها عوار او عفوا عطال من التوش يدخل بها للسونتر. يا عطال هذه درتها اربع مرات في الشوط الاول، والمشكل انه ارهق، والمفروض ان المدرب كان يهضر معاه، ما تدير ديرها مره اثنين فقط. عطال خلاص ارهق من بعد المثلث تاع عطال، وكذلك الشايبي واللاعب محرز كمل، محرز اطفى سيبو ما قدرش نص ساعه، محرز اطفى، شايبي ولا تائه في الملعب لانه مش المركز تاعو، وعطال قتل نفسه بهذاك الصعود المتكرر، يعني بدا يقطع في الخطوط بطريقه بكره في رجليه، هذه طريقه قديمه يا عطال، لكن لما ما يكونش تكتيك باين تكون الامور بطبيعه الحال بديهيه، وما تقوم تقول علاش ابراهيمي يشد الكره، هو ظاهر اما يشد الكره يطلع بها حتى كاري زويت ويتيري، هذه لما تديرها مره تكون حل، لما تديرها مرتين تكون شويه مبالغه، لكن لما ديرها ثلاث مرات يعني راك تلعب من دون تكتيك، ما عندكش حلول، وهذه راك دير فيها الغالب ما لقيتش، لانه لما اللاعب يصعد بنفسه عندك، يعني شوفوا انغولا لما عنده تدرج في الصعود بالكره، دائما نقول كاين مراحل صناعه اللعب، مرحله التقدم قبلها تجي مرحله البناء وبعدها تجي مرحله الانهاء، حنا يا اما عندنا كره طويله يا اما اللاعب يحكم الكره ويطلع بها لفوق، هذه كره القدم ما يسموهاش يعني غياب تدرج الصعود بالكره، وهنا الهجمات بتكون عشوائيه ونتعبوا روحنا وتعبنا الشوط الثاني ما قدرناش، هذه تسعه تاع الليل، فما بالكم بوركينا فاسو اللي راح يجرينا، ونقول جرونا في الشوط الثاني كتلونا 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 بكل ما تحملوا، ما قدرناش جراو بين البالون 10 دقائق حبسنا، تخيلوا لو الان بوركينا فاسو لو يدخل يجري بك يعني الشوط كامل بدايه الشوط الاول ويجري في الكره، يعني يعيونا، بوركينا فاسو منتخب يلعب كره، هو مليح هو انه لانه احنا نعانوا كثير مع المنتخبات اللي ترجع الخلف، لكن كذلك يبدو انه حتى المنتخبات اللي تجري الكره ورانا نعيو معاها. الان شايبي تكلمت عليه، الان تحط شايبي في الوسط على جال باش تلعب بليلي، المجاملات اللي قتلت المنتخب. تلعب بن سبعيني في قلب الدفاع لانك بتعرف بانه ايت نوري حاليا هو صايب شمع مركز
الظاهر رئيسه الله يبارك عليه يعني لاعب نجم المباراه. انا نشوفه الان تروح تحط انا المفروض يا اخي بن سبعيني مع دكتومون الظاهر ايسر، ها يا اخي ظاهر يعني انت وايد نوري تضربوا على مركز، اما انك باش تضمن المركز تاعو تلعبوا في وسط الدفاع وماهوش وسط دفاع. الهدف كيفاش جاء؟ الهدف كيفاش جاء؟ جاء من الجهه تاع بن سبعيني ما كانش يغطي، رجع بن طالب، بن طالب اللعب تاعو مندفع، البعض يقول لك بن طالب هلكنا، ما هلكناش بن طالب، هلكنا اللي حط بن سبعيني في قلب الدفاع اللي ما كانش في المكان تاعو. دائما اقول انه بن سبعيني لاعب مندفع، بن طالب رجع يغطي عليه، اضرب اللاعب هو لاعب وسط مش مدافع، ما عندوش تدخل تاع مدافع، شابها فينا بيناتيو ما اورغانيزاونا. والاكثر من ذلك والاخطر من ذلك عندنا ثلاث صفرات ولا اربعه؟ اربع بطاقات صفراء. عندنا مطالب بدا صفراء، والناصر بدا صفراء، بن سبعيني بدا صفراء، وعطال بدا صفراء. اربع بطاقات صفراء للاعبين حساسين جدا. هذو اللاعبين لو يدوا بطاقه، لانه المفروض انك تلعب بهم كامل، بن طالب، بن سبعيني، عطال، وبن ناصر. هل تعلمون انه لو يدوا صفراء في مباراه بوركينا فاسو وما يلعبوش مباراه بريطانيا؟ يعني فوق اننا خسرنا نقطتين، ممكن جدا اننا نخسروا لاعب او لاعبين امام بوركينا فاسو ونلعبوا موريتانيا اللي نكون واجب علينا نفوزوا بها في كل الحالات، حتى لو تعادلنا ولا فزنا مع بوركينا فاسو لازم نربح في موريتانيا. ممكن جدا اننا نلعبوا بلاعبين غايبين، بزاف اربع بطاقات صفراء يا جماعه، بزاف. شوط ثاني منتخب انغولا ما عنده حتى بطاقه صفراء، حنا ثلاث بطاقات صفراء، وهذه تبين المعاناه. لو نجي نتكلم عن الاكس جي، الاكس جي وهي خطوره او الكرات اللي ممكن انها تكون اهداف، منتخب انغولا عنده 1.58 وحنا عندنا 1.08، يعني 50 رانا كيف كيف. وعلاش رانا كيف كيف؟ لانه ضربه جزاء الاكس جي تاعها تكون كبيره، الاكس جي تاع ضربه جزاء تاع انغولا 97 والاكس جي تاع الهدف نتاعنا 47، يعني راهي 50 تنحي ال 50 راه عندنا الاكس جي نفس الشيء، يعني امكانيه تسجيل الاهداف اللي موريت او انغولا وحنا كيف كيف. وهذا يطرح اكثر من علامه استفهام امام منتخب انغولي اللي هو اصلا ضعيف دفاعيا. نروح نشوف حاجه اخرى، تخيلوا انه اليوم انغولا لعب لنا على الجهه القوه نتاعنا، لعب على الجهه تاع الطرف. شوفوا هذا المخطط اللي راني اعطيته لكم، اروا منه المخطط اللي امامكم اليوم. القوه احنا نتاعنا لعبنا كثير، هي تبين لكم انه لعبنا كثير على الجهه اليسرى، وفي نفس الوقت الهجمات نتاع منتخب انغولا كانوا على الجهه اليسرى، لكن في نفس الوقت الجهه اليمنى كانت ميته دفاعيا هجوميا، رغم ذلك انغولا ما لعبناش عليها. تخيلوا انه نطيحوا مع منتخب ينوع الهجمات نتاعو يمين شمال، والله غير يهلكنا. اليوم انغولا لعب لنا فقط على جهه وجابوا منها الهدف، وكادوا انهم يجيبوا اهداف. أي نوري ما قدرش، ما ولاش يلقى مساندة من بن سبعيني، ما ولاش يلقى مساندة من بلايلي، وحتى لما دخل آدم والناس، وبعد ذلك حتى بن ناصر لما أرهق خلاص ولات قطروت. بن ناصر الشوط الأول كان فريش، كان يلعب، كنا غارقين، لكن لما أرهق بن ناصر في الشوط الثاني، هذه أمورنا فقط. لما كنا نقولوا يا جماعة لازم ما نتكلوش على بن ناصر في كأس إفريقيا، الناس كانت تضحك علينا، لاعب مصاب 8 شهور ما يلعبلكش 90 دقيقة، أنت من بداية المباراة تدخل بلاعبين ما يلعبوش 90 دقيقة. يا جماعة هذه كأس إفريقيا، هذه مش دورة إحياء. الناس جاية مسلحة، أنت جايب لي لاعبين يلعبوا 60 دقيقة، والله عيب، والله حرام عليه الغياب الماضي، علاش درنا هكا؟ عندنا جيل ذهبي كنا قادرين نروحوا بعيد. يقول لك الان ما عندنا، لكن واش كنت تدير من قبل؟ بن ناصر من افريل هو مصاب، كنا نقول لكم ديروا اعطونا بديل بن ناصر. جايب لي في غولي وجايب لي بن ناصر، معليش جيب بن ناصر، لكن على الاقل تكون جهزت بديل. عندك بوداوي، عندك قادري، هذو كلهم كانوا قادرين، كنت قادر تتكلم عليهم في المباريات الوديه، لكن احنا كنا نحوسوا نربحوا مع كل هم منها بوداب فقط سلسله انتصارات، ولما نجي نشوف الصح في العمل ما نلقى ولا شيء. للاسف. أعزائي المشاهدين، نتمنى الخير للمنتخب تاعنا، القادم أفضل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.